ايجيبت كنترول. حطموا احلام الصراصير. سلام عليكم يا رستم بيه. سلام، عايز ايه يا مسلم؟ بس لينا شكوى صغيره عندك يا رستم بيه. قول يا عمي. الصراصير مالت البيت. ايوه يا بيه، ايوه الصراصير مالت البيت بتنشغل. انا بتنشغل. عادي. سؤال محير يا رستم بيه، انا مش عارف ايه اللي زيادتك الصراصير دي. عشان انت جاهل، اللي في بني ادمين بتاكلوا الصراصير. الا صوت بيه. رايح فين يا ولد؟ يا ولد رايح فين؟ ايجيبت كنترول على استعداد تام لتنفيذ كافة عقود الصيانة الشهرية للشركة.